هلا بالمشاهدين. غادة، انت تعتبرين نفسك يعني قويه، قلبك قوي، ممكن تتعاملين مع الحيوانات، ممكن يعني تعاملين مثلا تاكلين نمر؟ لا او لا، يعني اخاف عندي خافية. ايوه يعني احس انه شويه. كيف مع الحيوانات الاليفه؟ لا بالعكس، اموري تمام معاهم، بس يعني اخاف منهم. نعم. يعني الا بس الكلاب والبسه. نعم. يعني ما اخاف. ما تخافين؟ ايوه. احنا نقول انه لك او لاي احد يحب مثلا الحيوانات او التعامل معهم لازم تزور كافيه الفيله. كافيه الفيله. أيوة. هذا الكافيه موجود في زامبيا وعندهم واي فاي، ومثل ما ذكرنا مشاهدينا قبل شوي انه هيا ياسمين راح تاخذنا بجوله في جنوب افريقيا، وتحديدا جنوب القاره الافريقيه، وتحديدا في زامبيا، نعيش معها اجواء الطبيعه وشلالات فيكتوريا اللي كثير من الناس يعتبرونها مظلومه اعلاميا، لانه يعني انا شفت امس هيا بلمحه في هذا. نعم. التقرير حمستني، خلينا نشوف. يلا. زامبيا دولة تقع في جنوب إفريقيا، وأخذت اسمها نسبة إلى نهر زامبيزي، وهو رابع أكبر نهر بإفريقيا. زامبيا مقسمة لعشر محافظات وعاصمتها لوساكا. اللغة الرسمية فيها هي الإنجليزي، لكن البلد بيتميز بتنوع عرقي كبير لأنها بتضم حوالي 73 فئة إثنية، ولها السبب في 72 لغة محكية غير اللغة الإنجليزية. اخترنا تكون رحلتنا من زامبيا بمدينة ليفينغستون اللي تعد من أهم الوجهات السياحية بالبلد، وبتتميز بوجود إحدى عجائب الدنيا السبعة الطبيعية. شونغو نامو تيتيما، موسيا تونيا، أو شلالات فيكتوريا، ثلاث أسامي لوحدة من عجائب الدنيا السبعة الطبيعية. سامعة صوتهم بس على وشك نشوفهم هلأ. واو واو واو، لا انه شيء ثاني. شلالات فيكتوريا من اكبر الشلالات بالعالم، عمقها وعرضها ضعف شلالات نياجرا. عرضها بيوصل لميل تقريبا وارتفاعها 420 قدم. ليش تسمت شلالات فيكتوريا؟ نسبة للملكة فيكتوريا. ومين سماها؟ المكتشف الاسكتلندي ديفيد ليفينغستون اللي كان أول رجل غربي بيزور المنطقة. بس السكان المحليين كانوا لا زالوا بسموها موسيو تونيا، واللي بيعني الدخان الذي يطلق الرعد. ثلثين الشلالات موجودين بزامبيا وثلثهم بزيمبابوي. الناس اللي هون ورانا هاي زيمبابوي، ففيكن تشوفوهم من البلدين، بس طبعا جزء اكبر منهم موجود بزامبيا. استنوا، لازم احجز فندق، وانا رح احجز اقرب فندق على هالمكان لاني مستعده اجي هون كل يوم. واحلى شيء بتطبيق ويجو انه بعد ما تنقوا وين بدكم تحجزوا الفندق بالفلترز في الخيارات، واحد من الخيارات انه بطل على الشلالات، فانا رح اختار هذا الخيار. رويال ليفينغستون انانتارا خمس دقائق مشي من هون. يلا احجز، اذا بتضيعوني تعوا لقوني هون. عمركم تخيلتوا نفسكم واقفين على خطوات من أكبر حيوان على وجه الأرض؟ ألفن كافي هو المكان يلي فيكم تتعرفوا فيه عن قرب على الفيلة الأفريقية اللي تم إنقاذها من مناطق وبلدان تانية كانت معرضة فيها للصيد والقنص.
بتعرفوا إنه عدد العضلات بخرطوم الفيل بيزيد على 40,000 عضلة، يعني أضعاف عدد العضلات عند الإنسان اللي بتوصل لأكثر من 600 عضلة تقريباً. بياكلوا حوالي 300 كيلو يومياً وبيقضوا 16 ل 18 ساعة وهن بياكلوا بنهار أو بفتشوا على أكل، وبس بناموا حوالي 4 ساعات. تخيلوا. Sorry ممنوع أحكي وأنا عم بطعميها. So how can you tell the difference between Bob, between the other ones? Yeah, like for example between Bob and Danny. Uh-huh. The head differs and also the task, the differs. You can tell. I've worked with them for 10 years now. I can be able to tell. Yeah. Through the head and the tusk, totally different. And it's true that elephants are very sensitive, right? Yeah, very sensitive animals. Yeah. They have good memory. Even you next year come, they can still recognize you. التجربة بتشمل كمان إنه بعد ما طعموا الفيلة بتيجوا وبتتغدوا بالكافيه. كل مكونات الأكل هون محلية. وعندكم منظر نهر زامبيزي. جاهزين تشوفوا الشلالات من فوق؟ يلا هليكوبتر. أفضل الأوقات لتشوفوا الشلالات مع قوس القزح هو بالصباح الباكر قبل الساعة 9 أو بعد الساعة 3، وخلال هالرحلة بيطير الهليكوبتر بين الجورجز أو الممرات المائية 8 اللي موجودة بشلالات فيكتوريا، والتجربة رائعة. ضل في كمان طريقة نشوف الشلالات، لكنها بتتطلب تكونوا سباحين ماهرين. ديفلز بول موجودة على طرف الشلالات وبتقدروا تسبحوا فيها بالضبط عند حدود الشلال وتعيشوا مغامرة من العمر. وإذا حابين تشوفوا التجربة بأكملها احضروا الفيديو على صفحات صباح الخير يا عرب أونلاين. يومنا كان مليان بالأدرينالين، المغامرة بوسط الطبيعة الساحرة، وقدرت من خلاله أقرب من شلالات فيكتوريا وتعرف عليها بطرق مختلفة. هلأ صار وقت نعمل تشيكن لفندق رويال ليفينغستون أنانتارا اللي موجود على نهر زامبيزي وبيبعد 5 دقايق مشي تقريباً عن الشلالات. وغير هالطريقة المميزة يلي بيستقبلوكن فيها وراحة الفندق، من أحلى الشغلات بهالفندق هو إنه الحيوانات البرية بتتجول فيه بحرية، فما بتحسوا أبداً إنكم ضيوف تقال عليهم أو غريبين، لكن هم بياخدوكم لعالمهم.